أخبار اليوم. أنا كنت فترة كبيرة في مجلس الشعب، وكنت الحقيقة مهتم جدا بقصة التخصص الإنتاجي في الصناعة، كيف نخلق محافظات مصر الصناعية اللي نقول فيها للعالم هذه المحافظة مشهورة بصناعات كذا وكذا وكذا، والمحافظة الثانية مشهورة فيها كذا وكذا، زي ما يحصل في أمريكا وفي اليابان وفي كله في الصين وكل مكان. الصين لما جت بمناسبة الصين عملت مدن صناعية متخصصة، جابت فيها صناع العالم من العالم كله ووطنتهم هناك، وديتهم منها مزايا وضمانات وإعفاءات، والبراند نيم الكبير كله راح هناك، لأن طبعا في سوق كبير، وفي نفس الوقت استخدموا إمكانيات العمالة اللي موجودة ودربوهم. وإحنا بنعاني مرة، بنعاني من البيروقراطية القاتلة، ومرة بنعاني من مشاكل الدولار، ومرة بنعاني من مشاكل الأرض، ومرة بنعاني من مشاكل الغاز. وهناك الحقيقة مجموعة كبيرة جدا كانت تتمثل حتى في السوق، في الأسواق المحيطة فيها. واضح ان هناك بعض القرارات اللي مؤخرا شفنا طريقه جديده لدعم الصادرات، وده كان منها كويس جدا، وشفنا ان في برضه حلول خاصه بموضوع الغاز، لكن اسعار الغاز ما زالت عاليه جدا جدا واعلى من المسلات. واللي بياخد قرار رفع اسعار الغاز ما بيبصش الى المنتج المصري في مقابل منافسينه اللي موجوده في البلاد العربيه، لانه التارجت الصناعي النهارده مش احنا بس لوحدنا في مصر نقول صناعه وتقدم ودوله صناعيه ومتقدمه وصادرات، لا، ده العالم كله النهارده بيتكلم على الصادرات وعاوز يصدر للعالم التاني. كل واحد عنده بلده عاوز يعد اعداد جيد لمناخ استثمار جيد محفز عشان يستقطب رؤوس اموال ويستقطب استثمارات ومنه يصدر لبلد العالم. ده تارجت وهدف عند كل الناس. النهارده احنا بنتكلم في مصر ازاي احنا هنخش التنافسيه العالميه، وانا شرفت ان يكون وزير الصناعه عندنا هو راجل عنده صفع كبير وعنده خبرة طويلة وعنده نشاط كان دولي عالمي محترم. أنا سعيد جدا يكون معنا النهاردة، وحبيت أعمل المقدمة البسيطة للشرح ده عشان أشوف بس كم التحديات اللي قدامنا، وزي إحنا إن شاء الله هنتغلب ونرسم خريطة مصر الصناعية، نخش التنافسية العالمية الصناعية، ونحل مشاكل الصناع، ونشوف بقى هنعمل إيه الفترة الجاية، وهنبدأ بعد كده مع حضراتكم الحوار.